يا ابني يا ابني، من ساعه مامك ماتت وانت قاعد في خلقتي كده، نفسي اشوفك متجوز واشوف لك حته عيل. يا بابا، يعني انا كنت لقيت عروسه يعني وقلت لا؟ ما انا قلت لك روح مكتب رصين في الحلال يمكن تطلع لك براس منهم. رصين في الحلال يا بنتي، هو انت من ساعه ما ابوكي ما مات وانت قاعد في خلقتي كده ما تروحي تتجوزي عشان افرح لك بحته عيل؟ يعني يا ماما، هو انا جالي عريس وقلت لا؟ يا دي النصيبه، ما انا قايله لك على مكتب رصين في الحلال، روحي يمكن ربنا يكرمك براس منهم. رصين في الحلال. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. حضرتك مقدم عشان الجواز؟ ايوه يا فندم. حضرتك لو عندك فيلا وعربيه يزيد ثمنها عن 500,000 جنيه وشاليه دورين في الساحل الشمالي، حضرتك بتدخل يمين. ما عندكش ادخل شمال. لا شمال. حضرتك جاي للجواز؟ يا ابني. ايوه حضرتك. حضرتك لو عندك شقه وعربيه ما تقلش قيمتها عن 100,000 جنيه وشاليه في بلطيم، خش يمين. ما عندكش خش شمال. انا خش شمال. ايه ده، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله حضرتك، اهلا وسهلا. ايه في حاجه؟ لا حضرتك، اصل الفينس دي يعني ايه؟ لا اصل النهارده عيد الام. عيد الام؟ اهلا وسهلا. حضرتك انا جاي لموضوع الجواز يعني. لا اسمك مكتوب هنا، شوف اسم حضرتك كده. اهو يا فندم، طارق الشوشه. طب كويس اهو، الحمد لله. شوف حضرتك، لو حضرتك عندك اوضه تلمك وموتوسيكل يوديك ويجيبك، خش يمين. لو ما عندكش خش شمال. طيب انا اخش شمال. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا حضرتك وانت جاي لي عديت على 3 موظفين، الحليوه ابو شعر اللي شبه مهند، والتخين اللي بيقعد يعمل كده وكده، والرفيع ابو بنس. انسى كل ده، انا الجديد. اهلا يا جديد. طلبات الجديد بقى ان الجواز ده اهم حاجه فيه الصحه، فلو صحتك حلوه ومساعداك ادخل يمين، انما لو صاحب مرض وعندك ضغط وسكر واطران ادخل شمال. بس الشمال ده الباب. ايوه، ما ادخل شمال. ماشي، يبقى شمال. السلام عليكم. انت شمال؟ ايوه. ايوه الاثنين شمال. يعني طب تعالى نخرج شمال.